السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم عبد الله رياكشن. اليوم جايب لكم مقطع رده فعل ان اشياء غريبه وعجيبه. لا تنسى الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس. ويلا بينا نبدا. ما اريد اطول عليكم بالمقدمه احبتي الكرام. لا تنسى الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس. ولس من شافي المعظم هاي ولا 15 ثانيه احتمال تنشف الشعر زين. والله الصينيين على كل شغلات، لا في التواليت بس.